نهاركم مبروك مشاهدينا الكرام ظاهرة اليوم راح نسجلوا طقس مستقر الحل صافي اسمها صافيه تقريبا عموما على كل ربع الوطن ولكن تبقى في بعض السحب العاليه بدون فعاليه تبقى تنتشر على كل المرتفعات الداخليه درجة الحراره القصوى خلال ظاهرة اليوم واللي تعرف ارتفاع خاصه على المدن الشماليه الشرقيه راح توصل حتى ل 43 درجه هذا على عنابه سكيكدا حتى بالطرف القلاء 39 على سطيف قسنطينه وسوقهراس تبقى ما بين 29 الى 30 درجه على العاصمه وهران 35 على على الجلفه حتى بمسعد بشمال الصحراء راح ترتفع الى غاية 43 درجه على بشار 42 على غردايه 47 كعلى مقياس على عين صالح رقان وحتى باضرار 37 درجه على مرتفعات الخقار والتصيلي في الليله هذه ان شاء الله راح نعرفوا بعض السحب الرعديه والخلايا الرعديه اللي تبقى تنتشر على السواحل الوسطى ويمكن تمد لنا بعض الامطار الخفيفه على المرتفعات في حين سحب سفلى كثيفة اللي تبقى تنتشر على المدن الشمالية الغربية اللي تخلي مغشاة الى غائمة في بعض الاحيان ولكن راح تكون بدون فعالية مباشرة نروح نشوف درجات الحرارة الدنيا خلال هذه الليلة واللي تعرف ولا تبقى في اعتدال راح نسجل مقاييس ما تتعداش 27 درجة على كل المدن الشمالية 29 على غرداية 33 على بشار 21 تنخفض على تندوف 35 على المنيعة وحتى على عين صالح 31 درجة كل من عينا ويناص برج بيجي مختار حتى على عين قزام للملاحة والصيد البحري البحر لنهار اليوم راح يكون من هادئ الى قل اضطراب على طول الشريط الساحلي رياح من ضعيفة الى معتدلة سرعتها تبقى تروح ديما ما بين 20 الى 30 كيلومتر في الساعة الرؤية راح تكون جيدة بالنسبة للصيادين ومستعملي الملاحة اتجاه الرياح راح يكون تارة شمالي شرقي وفي بعض الاحيان راح يكون شمالي غربي ظروف ملائمة لممارسة الصيد والملاحة درجة حرارة المياه راح تكون في حدود 24 درجة مئوية مشاهدينا كالعادة نختم هذه النشرة بالمعلومات الفلكية غروب الشمس لنهار اليوم راح يكون على السبعة وربعة وربعين دقيقة يعطيكم الصحة مشاهدينا على طيب المتابعة سلام